أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، إن شاء الله العام الدراسي القادم، العام الدراسي الجديد 2021-2022، هكون وإياكم في مادة الدراسات الاجتماعية، لأن عارف إن المادة مثل صعوبة ومشكلة كبيرة جدا على الكثير من أبنائنا وبناتنا. تضاريس القارات عندنا في الجغرافيا السنة دي إن شاء الله، هعمل سلسلة من الفيديوهات تسهل لكم مذاكرة الدراسات الاجتماعية، لكن أهم حاجة تدعمونا بلايك، ويعني عايز بقى منكم التفاعل في التعليقات الجميلة عشان نتواصل باستمرار معاكم. قد إيه إن اللايكات والكومنتات الكويسة الحلوة ديت بتساعدنا إن إحنا نواصل دايما معاكم وننسى التعب اللي إحنا بنبذله في الفيديوهات. إن شاء الله هعرفك ازاي تمسك الخريطة وتحدد المواقع عليها بكل بساطة، هعلمك الاماكن بتاعت المحيطات والبحار والانهار بكل بساطة وبكل سهولة. قارات العالم كلها بالنسبة لك هتبقى لعبة، فان شاء الله كونوا معانا باستمرار ودعمونا، واحنا مش هنسيبكم، هناخد بايديكم دايما لبر الامان، وان شاء الله هتجيبوا مجموع، وتمنياتي لكم دايما من نجاح والتوفيق والتفوق.